بكل شارع وبكل ضيعة، في بيوت عتيقة بتخبي بين حيطانها قصص وحكايات، شي حلو شي مر، شي بيفرح وشي بيحزن. بعضها تهدم وتخرب وهجروها أهليها، وبعضها تصلح وترمم وبقيوا فيها أهليها. كل بيت له حكاية، وبكل زاوية في ذكرى وخبرية، ورا كل عمود وسقف وأرميد وشبابيك ملونة في إيدين عمرت بحب وذوق وعطيت الرونق التراثي للبنان الحلو، وصارت الحجار تحكي. بعد ما كاد يتحول مطعم، أصبح بيت الرئيس الراحل الأمير اللواء فؤاد شهاب بجوني متحف ومكتبة عامة، تكريماً لذكرى بين دولة المؤسسات ومؤسس الجيش اللبناني. انحفظ بيت الرئيس شهاب وأنقذ على آخر رمق ليبقى معلم وطني بيكرم وبيدل على رئيس جمهورية عاش ومات بتقشف وكرامة وكبرياء، وشكل نموذج يقتدى بالمسؤولية الوطنية الأولى، وهو اللي استحدث 24 مؤسسة وطنية وإنمائية، من مجلس الخدمة المدنية للضمان الاجتماعي لمصرف لبنان وإلى آخره. وجملته الشهيرة اللي كان يرددها دايماً أش بيقول الكتاب، بتأكد احترامه للدستور وتطبيقه. فكيف انحفظ هالبيت وكيف تحول متحف؟ بيت فؤاد شهاب مطعم، معقول؟ عنوان مقال تصدر صحيفة النهار ب 29 كانون الأول 2009 بتوقيع رئيس بلدية ذو مكايل السابق نهاد نوفل، ونزل مثل الصاعقة على رؤوس اللبنانيين وصار حديث البلد، وهالشي دفع للتحرك وإطلاق حملة صحفية لأبطال عملية البيع والشراء والمحافظة عليه كمعلم تراثي ثقافي تاريخي، والمطالبة بتحويله مكتبي ومتحف للذاكرة الوطنية مثل ما بيحصل ببلدان العالم المتحضر يلي بتحترم رجالات الكبار وبتخلد ذكرهم منشان ما تندثر حقبة طويلة من تاريخ لبنان. صنع رجل يعد نموذج للرجال الكبار يلي بيتركوا أثر مضيء بتاريخ بلادهم وإنجازات بتتحدث عنهم، ومثال لرؤساء الجمهورية يلي بيبنوا دولة القانون والمؤسسات. تفاعلت القضية
وتعالت أصوات الاحتجاج وصدرت بيانات الاستنكار من هيئات ثقافية ومجتمع مدني بتغطية صحفية متواصلة، وتحركت الأمور على أعلى المستويات لتوقيف هالصفقة، من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان لوزير الثقافة سليم وردي لوزير الداخلية زياد مرود، فتقرر تجميد رخصة الترميم واستملاك البيت من قبل بلدية جوني، وصدر مرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع متحف ومكتب عام بجوني من المنافع العامة. وب 11/10/2010 صدر القرار 353 يلي حدد قيمة الاستملاك ب 3,268,200,000 ليرة لبنانية، ولكن المبلغ يلي كان لازم لدفع قيمة الاستملاك وتجهيز البيت ليصبح متحف وطني كان أكبر من قدرة ميزانية بلدية جوني لوحده، فقرر الرئيس ميشيل سليمان تبني المشروع وأنه تستملك وزارة الثقافة العقار وترمم البيت. أنا بفضل دايماً ينقال بيت الرئيس فؤاد شيل، لأنه بالفعل جبران خليل جبران ما أخطأ وقت اللي قال بيتك هو جسدك الأكبر. روح فؤاد شيب تسكن هذا المكان، هذا المكان رغم بساطته ورغم الطريقة اللي هو مبني فيها ومؤسس فيها له قيمة معنوية أهم بكتير من القيمة المادية، لأنه الرئيس فؤاد شيب كان إنسان رغم صمته وزهده وتقشفه زيع صيته على أنه من الأشخاص اللي هني أرسوا دعائم المؤسسات بالوطن اللي نحن بعدنا لليوم عم نحلم فيه لمستقبل أولادنا. أنا بدي أذكر شغلة واردة بالحديث النبوي الشريف بتقول ينقطع وصل البر إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فؤاد شيب ما كان عنده وريث مع الأسف، الوريث كانت الرهبانية المارونية اللي هي تولت هاي الموضوع بكل جوارحها وقامت بالمبادرة واتصلت بوزير الثقافة وتعرفت بالخبر واتفقوا على شراء هالعقار هيدا من أصحابه مالكين بيت البجاني من الكحال. ب 26 نيسان 2012 صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 7984 يلي بينقل استملاك العقار الرقم 167 من بلدية جوني لصالح وزارة الثقافة المديرية العامة للأثار، وأنه تدفع تعويضات استملاك هالمشروع من اعتمادات الوزارة بدلاً من الاعتمادات المفتوحة لها الغاية من موازنة بلدية جوني. وبالفعل أمنت وزارة الثقافة قسم من المبلغ، ولكن من وين الباقي؟ وإجت النجدة من الجار الأقرب يلي بيملك حق الشفعة، المدرسة المركزية للرهبان اللبنانيين يلي اشترت العقار بعد سلسلة لقاءات أعقدها وزير الثقافة بوقتها جابي ليون مع رئيس المدرسة الأب وديع سقيم يلي أكد رغبة الرهبنة المحافظة على رمزية البيت وترميمه بإشراف مديرية الأثار، وتعهدت أنه يكون البيت مفتوح أمام العموم بعد تحويله مكتبي ومتحف بيحملوا اسمه، وتحط أرشيفه ومخطوطاته وذكرياته بتصرف الناس وأهل الفكر. عادة الرهبنة بتهتم بالتراث والإرث الديني، ليش هالمرة اتجهت لإنشاء متحف بيتعلق برجل سياسي؟ على طول الرهبنة مش بس بتهتم بالتراث الديني، حتى الرهبنة بتهتم بالتراث الثقافي والوطني والاجتماعي. وإذا بتشوفي مؤسسات الرهبنة منتشرة على نطاق الوطن هي كلها مؤسسات ليست فقط مؤسسات دينية ولكن مؤسسات اجتماعية ومؤسسات كنسية اجتماعية ووطنية. ومن هون إجا اهتمام الرهبنة بهالبيت، لأنه الرهبنة خاصة إذا كان هالشيء موازي لمؤسسة أو لدير من أديار الرهبنة، الرهبنة بتولي كتير اهتمام خاص لهالشيء. وإجا هلأ هيدا الاهتمام بهالبيت نتيجة لأنه صار في كتير حكي بالصحف، وكان كان مثل تراث على قيد الاندثار أو على قيد أنه الإضمحلال. من هون اجت فكرة الرهبنة انه نعمل شيء لحتى نحافظ على هالإرث او على هالبيت. رئيس فؤاد شهاب كان هو جار المدرسة وله فضل
بشراء المدرسة من الرهبانية، لأنه هو كان من الأشخاص اللي شجعوا الرهبنة أنه حتى تشتري هالمدرسة من الإخوة المريميين. بشان هيك إجا دور أنه الرهبنة ترد له هالدين لرئيس فؤاد شهاب، وأنه وبدل ما يروح بيته للاندثار بالعكس أنه نحافظ على هالبيت ونعمل منه تحفة جميلة جدا. هلأ كيف صار تصاميم المتحف؟ أنه أنا عشت فترة بأوروبا وكنت أزور كتير متاحف بدون أي فكرة أنه شو رح يجي لبعدين، وتأثرت كتير ببيت الرئيس الفرنسي العظيم يلي هو شارل دوغول بكولومبي لدوزيغليس. بقى من شي 20 سنة زرت هالبيت أنا لما كنت بفرنسا، وأثر فيي كتير. ولما إجا الوقت هوني أنه شفنا هالبيت بقيد الاندثار أو كان وضعه كتير تعبان، رجعت فكرت أنه ليش ما بنعمله مثل بيت أو مينياتور لبيت شارل دوغول بكولومبي لدوزيغليس. والحقيقة رجعت رحت أخذت اجتمعت كتير بمدير المتحف هونيك، أخذنا التصاميم، عملنا تقريبا هو مثل فوتوكوبي مصغرة عن بيت شارل دوغول بكولومبي لدوزيغليس. وب 21/11/2013 صدر القرار 178 يلي أدرج بيت الرئيس فؤاد الشهاب بلائحة الجرد للأبنية التاريخية وأصبح بحمى الرهبانية المارونية. ألف وسبعمية وستة وأربعين متر مربع بس هي مساحة البيت يلي بناه فؤاد شهاب، وعاش فيه بتواضع وكرامة وكبرياء مع زوجته روز روني لما كان قائد للجيش ثم رئيس للجمهورية، وسكنوا حتى وفاته عام 1973، وبقيت فيه أرملته وحيدة حتى وفاته بعد 19 سنة. بعدها ورثته بنت خيو بديعة شكيب الشهاب، وبعته لعادل وعبود بجاني وندى دندن بمبلغ 500,000 دولار بس يلي قرروا يعملوه مطعم. الإهمال أولاً ثم أعمال الترميم لتحويله مطعم عرضت البيت للتخريب وتغيير المعالم وتكسير كل ما بيحتويه من فرش متواضع وبسيط. حاولنا نجمع كل شيء بمت بصلة إلى الرئيس فؤاد شهاب، اشتغلنا مع المهندس اللي هو عمل كل شيء أنطوان عطلة أنه نرجع نرد كل شيء إلى مكان قبل مثل مكان على وقت فؤاد شهاب. مشان هيك تعاوننا كتير مع عائلته مع الأشخاص اللي كانوا مقربين له تيعطونا الأغراض اللي كانوا يملكوها. هلأ بالأول لما أنا أطلقت الفكرة ما كانوا كتير اخدينا بجدية، انه بتعرفي انه يلي عنده شيء من فؤاد شهاب مش بسهولة بيقدر يعطيه، يعني مثل سيف او اغراضه الشخصية او ساعة او، ولكن انا ما طلبت شيء منهم الا بعد ما انهينا هالبيت. بس شافوا انه هالعملية من قبل الرهبنة كانت جدية، وانه البيت تقريبا رح يخلص، بقى ساعتها أخذوها جدياً الشغلة وبلشوا يعطيونا كل أغراض. وأكيد بالتنسيق مع سنتر فينيكس بالكاسليك رجعوا ردوا كل شيء من الأغراض الشخصية إلى 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 وضعها الأساسي.
إلى حكايته ورمزه، من الشمعدان يلي حرق فيه استقالته، للخاتم يلي قدمت له إياه الملكة إليزابيث، لعلم فخر الدين من معركة الوحدة والاستقلال بعنجر عام 1623 يلي سلموا إياه وزير الداخلية بهيداك الوقت كمال جنبلاط بستة كانون الأول 1963، وكان حافظه من جده علي باشا جنبلاط يلي احتفظ بهالعلم بعد وفاة فخر الدين، وصورة تجمع برئيس الجمهورية الحالي ميشيل عون عم بيسلموا سيف التخرج من المدرسة الحربية. لغرفة النوم رجعت خزانته الموضوع فيها لباسه العسكري ومجموعة ربطات عنق ومشيات، وبالوسط تخت جديد انعمل مطابق لتخته الأصلي اللي تكسر، وبالزاوية كتب الصلاة وأواني الزيت المقدس والبخور ومسابح وأيقونات، وبزاوية تانية عدة الحلاقة وأناني العطور. وبغرفة المكتب أعيد المكتب الخشبي اللي كان يستخدمه وعلي عويناته وبرنيطه السودة الشهيرة، وخلف المكتب مجسم للرئيس بمثله قاعد على الكرسي عم بيكتب وصيته الأخيرة بالفرنسية، وإلى جانبه واجهة زجاجية وخشبية بتضم كتب ونياشين ونمرة السيارة الرئاسية ذات الرقم 1 ومقاعد منجدة وبار خشب بيحتوي على كؤوس الشامبانيا يلي كان الرئيس الشهاب يحبها كتير ويقدمها لضيوفه. وخصصت غرفتين للمكتب تحمل رفوفة مجموعات الكتب يلي كان يقريها أو يلي تألفت عنه، إضافة لأرشيف ضخم من المقالات والتحقيقات الصحفية يلي انكتبت عنه. تتوسطها طاولة ومقاعد وأجهزة كمبيوتر للباحثين، وبواجهة زجاجية في كتابين إلو بخط إيده. وبالقاعة الكبرى صور كبيرة بتمثل شهاب قائد ورئيس عم بيأدي القسم، وجدار مقسم لمربعات بتحوي صور بتمثله مع قادة الدول وشخصيات عالمية ومحلية، بتتوزع بين نسخ عن 24 مرسوم للمؤسسات الرسمية يلي استحدثها بعهده وشكلت حجر الأساس لدولة القانون والمؤسسات. تتوسط شاشة كبيرة تعرض أفلام لنشاطاته وخطاباته، وأجهزة إلكترونية تسمح لمستخدميها بمشاهدة أفلام وثائقية عنه بالصوت والصورة. كذلك أعيد إصلاح الباب الخشبي المزين بالنجوم المصنوعة من الحديد المشغول تماماً مثل مكان، وبالحديقة الخارجية نصب تمثال من الحجر للرئيس الشهاب نحته الفنان برنار غصوب. خمسمائة قطعة وألاف الصور والمستندات والمقتنيات جمعتها المدرسة المركزية من أولاد خيو الأميرين عبدالله وطالب شهاب فريد شهاب، ومن وزارة الدفاع ومؤسسة فؤاد شهاب ومؤسسة المحفوظات الوطنية ومن العديد من الصحف ودور النشر. واشتغل مركز فينيكس للدراسات بجامعة الروح القدس الكاثوليك على أرشفة المحتويات وحفظها وترميمها. مثل ما اليوم عم نشوف بمتحف رئيس شهاب كمية كبيرة من الوثائق ومن المستندات. هالوثائق والمستندات هيدي كانت موجودة بمكان يعني شوي الغبرة وشوي الرطوبة كانت أخذ دورة وأخذ مجدة بهالوثائق. دور مركز فينيكس للدراسات اللبنانية بجامعة روح القدس كاثوليك هو العمل على هالوثائق، نشغل عليهم بطريقة كتير دقيقة لنقدر أول شيء نشيل هالغبرة نشيل هالرطوبة من هالوثائق. أول مرحلة كانت مرحلة تعقيم لهالوثائق، هالوثائق تعقمت والتعقيم كتير ضروري وأساسي تنقدر نشيل البكتيريا ونشيل البكتيريا ونقدر نشيل كل الحشرات يلي بتكون موجودة تنقدر نشتغل عليها. المرحلة الثانية من الشغل يلي صار بمركز فينيكس هي طريقة توصيف هالوثائق وتصنيفها وترقيمها، ومن ثم بالمرحلة الأخيرة بصير شغلة كتير مهمة يلي هي تصويرها رقمياً. ليش تصويرها رقمياً؟ تضل هالمستندات محفوظة وتتكون بإيدين الباحثين يقدروا يشتغلوا عليها. يعني اليوم ما حلو اليوم المستند كل مستند بدنا نقعد نشتغل عليه أو نحطه بين إيدين باحث إنه نشيل المستند الأساسي ونسلمه إياه. الأساس بهيدا الموضوع هو إنه يقعد على الكمبيوتر يكون مصور بطريقة كتير مرتبة، يقدر يعمل زوم للماكسيموم، تكون هالوثيقة هاي ريزوليوشن، يقدر ماكسيموم يقدر يعمل زوم، يقدر يقراها بطريقة كتير
تلبي حاجته بهالموضوع هذا. وب 11 تموز 2016 وبعد 7 سنوات على انطلاقة المشروع الحلم، أقامت المدرسة المركزية احتفال كبير أعلنت خلاله انتهاء أعمال الترميم وجهوزية المتحف لاستقبال الزائرين وتلامذة المدارس والجامعات والباحثين بفكر فؤاد الشهاب ونهجه ومرحلة حكمه وقيادته. بشكل بيت ومتحف الرئيس فؤاد الشهاب نموذج لتكريم كبير من بلادي، قام على مبادرة خاصة من الرهبنة اللبنانية المارونية، عوضت غياب الدولة وتقصيرها المزمن في حفظ إرث كبارة وتخليد ذكراهم بما يليق بمسيرات وإنجازات، ليبقوا مثال يحتذى للشباب والأجيال المقبلة، عساهم يقتدوا فيه لبناء وطن حقيقي يستحق لقب دولة كما أراد الرئيس فؤاد الشهاب.